والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على فضيلة العمل الصالح في العشر الأول، يدخل فيه الصلاة والذكر تهليلا وتحميدا وتسبيحا وتكبيرا، ويدخل فيه تلاوة القرآن، ويدخل فيه طلب العلم وبثه وإذاعته بين الناس، ويدخل فيه الصيام والزكاة والصدقة وبر الوالدين والعطف على الأيتام والمساكين وصلة الرحم وحسن الجوار وما أشبه من الأعمال الصالحات.